السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الفروته اللي 100% عندكم في الجزائر ما كايناش، ومع طاق الشوف اللي عندكم اللي حتى البنان ما كاينش والبطاطا ما كايناش وداكشي، ما نضنش واش المونغ واش غيكون عندكم ملي البنان ما كاينش، وهي المونغ حتى هو ما كاينش شي، فهمتي؟ حنا ديما كنقول لكم علاش المغاربه دوك الكاميوات اللي كيخرجوا من كركيرات وكيمشوا لموريتانيا، كيمشوا للسنغال، كيمشوا للمالي، كيمشوا لغامبيا، راه ما كيرجعوش خاويين، فهمتي؟ كيرجعوا كيجيبوا معاهم سلعه، منهم هاد السلعه اللي كتشوفوا قدامكم ها هي شتوها ديال هذا لي مونغ. لي مونغ كيجينا من المالي وكيجينا من السنغال. انا ما عارف دابا السيد يمكن هو ما عارف شيء، ما هو غامقدي، ولكن لما ملي دقت المونغ راه لقيتو ما فيش الشعره، دونك راه ديال السنغال عندهم المونغ ديالهم احسن من ديال المالي، فهمتي؟ وباش تعرفوا هذيك الهضره اللي كنسمع ديال الهضره ديالكم اللي كنسمع حنا على الفقر وعلى المغاربه، ما زعما المغاربه ما عايشينش. المشكل اللي كاين وهو في المغرب اي حاجه، اي لاش دويتي لاش كلمتك موجود. حنا كتقولوا لا هذاك الشيء كيشريه غير التوريست. واش هاد البلاصه كيجيو ليها توريست؟ انتم شوفوا هذا راه حي شعبي، شوفوا هذا راه حي شعبي، راه ما كاين لا توريست لا والو، هاد الشيء راه كياكلوه المغاربه، فهمتي؟ ما تكونوش غلطين، فهمتي؟ المهم سيدي، السيد سي خويا، شحال هاد هاد المونغ؟ 20 درهم. شحال بعتي للمرا سيدي؟ 20 درهم ياك. ها انتم سمعتوا سيدي، لي مونغ راه كان يبيعوه هنا ب 20 درهم. انا عاد تكونوا غالطين تقولوا راه زدت في الثمن نقص في الثمن، ولا راه 20 درهم. وهذا الشيء غير الناس كتبيع، الناس كيبيعوا في الزنقه، كيسترزقوا في الزنقه. سيدي بسلام عليكم، وحتى ان شاء الله نوبه اخرى الا تلاقيت مع شي فروته اخرى زينه نبينها لكم. يلا الله يعاونكم خويا. السلام عليكم. راني اليوم غادي نعطيكم واحد، عرفتوا شنو هذا الشيء بعدا ولا ما عرفتوش؟ هذا الشيء راه المونغ. الملك مولاه قال لي هذا هو الملك ديال فيتامين سي، فهمتي؟ راه بحال الليمون وبحال حوايج اخرين، فهمتي؟ المهم هاد المونغ كيف قلت لكم، فايد قلت لكم راه المهم، راه درت الفيديو الاولى وقلت لكم بلي هاد المونغ راه كيجينا من مالي وكيجينا من السنغال، والكاميوات اللي كيجيو من اللي كي هذوك الكاميوات اللي كيخرجوا من كركيرات ومن الصحراء وكيمشوا لموريتانيا، من تما كيدوزوا حتى للسنغال ويدوزوا لاكومبي، كيدوزوا لو مالي، وداك الشيء اللي كيجينا من تما الكاميوات ما كيرجعوش خاويين، كيجيبوا هاد السلعه كيف قلت لكم، كيجيبوا لي مونغ. وبوغ سو كيي اللي كتقولوا لي انتم باللي راه حنا المغاربه ما كناكلوش لي مونغ لي فروي، عما دوك لي فروي كو جو بريزونت كتقول لي حنا المغاربه ما كناكلوهمش. اي بورتون في لا فيديو اللي وريت لكم الاولى الا لاحظتوا لي مونغ فكيت هذا الشيء، كتشوف هذا الشيء كارتي سان كارتي بوبولار، سي با او سي دي شاريت اون بلوس، سي جوست دي وي سي دي شاريت اي فوالا سي دون لي رو، دونك سو ني با فريمون ان كارتي دو لوكس، سي با هنايا سي با فريمون كارتي بوبولار، ولكن المهم ان توكا سكي اي سور سي كو لي توريست سي فو نريسكي با دلي فوار، فهمتي؟ ماشي هذا المكان هذا فاش كيجيو لي توريست. المهم خويا المونغ شحال؟ 15 درهم. وا دابا انا تشمت واخذو في الفوق، تقديت الفوق عند واحد السيد ب 20 درهم، انت عندك 15 درهم. والمهم ما كاين باس، تشمت شويه ولكن سي با غراف، كل واحد وزارو. لي زامي انتوما الحمد لله هادشي كلشي باش تعرفوا حنا عندنا كتقولوا لينا المغرب
بلاد مديونه كتسال فيها 35 مليار ديال الدولار. ولكن دابا انا كنشوف ها المغرب مديون كتسال فيه 35 مليار ديال الدولار، ولكن الحمد لله الخير موجود في الحاجه للفروته واي اي منتوج تكلمتي عليه كاين موجود في المغرب على طول العام. فهمتي على طول ويوم بليزو سا على طول العام، هادشي كلشي ديما كاين عندنا حنايا. فهمت البيرو ديال افريقيا كيجي ديال الضفه الاخرى، الا جا الا مشى المونغ ديال واحد الجهه من افريقيا كيجينا مونغ ديال كيجينا مونغ ديال بلاصه اخرى. فهمتي المهم الاخوه كنقول لكم تبارك الله الخير موجود، والمهم الفرصة أخرى إن شاء الله بحول الله. إلى اللقاء.